كيف تساهم الشركات بصورة ملموسة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المعتمدة في عام 2015 من قبل الأمم المتحدة للفترة من 2015 إلى 2030؟ علينا أن نفهم بأن أهداف التنمية المستدامة تمثل إطارا مرجعيا مهما جدا لتبيان العلاقة بين الشركات والمجتمع والمنافع المشتركة. أعني بذلك اليوم تم اضطراب عالم الشركات بسبب أزمة عام 2008 و2009، وبالتالي هذا الأمر طرح مشروعية هذا القطاع والشركات. والفكرة انبثقت آنذاك تقول بأنه لا يمكن لأي نشاط اقتصادي أن يدوم إن لم يستجب للتطلعات المعاصرة. الآن ما هي التطلعات الراهنة حاليا؟ إذا نظرنا إلى الدراسة التي تمت من قبل وكالة إعلانات مهمة جدا BETC لدى كل معظم المستهلكين في معظم البلدان الهامة في العالم، 28 بلدا، معظم المستهلكين في هذه البلدان يقولون بأن خيارهم في اختيار سلعة أو خدمة هي تكون مشروطة بالأداء الاجتماعي والبيئي وأخلاقيات الشركة المعنية، الشركة المنتجة. وبالتالي هذا يعني إذا أرادت الشركات أن تدوم عليها آنذاك أن تستجيب على هذه الطلبات، ليس فقط في مجال المسؤولية والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، ولكن أيضا على هذه الشركات أن تستجيب على تطلعات بشأن خدمات جديدة وخدمات جديدة، الاقتصاد التشاركي، الاقتصاد الدائري، حصول الجميع على هذه الخدمات والسلع. هذا الأمر مهم جدا بالنسبة للرأي العام إذا الشركات وعالم المال والأعمال لا يخطئ في هذا المجال. هناك حدث مهم جرى في عام 2018 حيث رئيس أكبر صندوق للاستثمار في العالم بلاك روك، صندوق استثماري ضخم جدا يملك حوالي ما يعادل 5% من السوق المالية الفرنسية كيك 40، كتب إلى الرئيس والمدير التنفيذي يقول: أيها السادة، أن إحراز نتائج اقتصادي ومالية هو أمر حسن، ولكن لا يمكن لشركة أن تدوم إن لم تثبت مساهمتها في المجتمع والقضايا الاجتماعية. إذن في هذا الإطار نقوم بطرح هذه الأهداف، أهداف التنمية المستدامة، أي العلاقة بين الشركة والمجتمع وقدرة الشركة في تلبية المنافع العامة كما تم تحديدها من قبل المجتمع الدولي متمثلا بالأمم المتحدة إزاء هذا المجتمع. كيف تسير الأمور في شركة من الشركات؟ بطبيعة الحال كل الشركات ليس في نفس مستوى النضوج، هناك ما نسمي بأثر العزل أو أثر الرفع. هل نأخذ هذه الأهداف جملة واحدة وتقول كشركة وتقولين كشركة أنا سأقوم بتنفيذ كل هذه الأهداف فيما يتعلق بمساهمتي في هذه الأهداف، أو من جهة أخرى تقوم الشركة بالتأكيد على هذه الأهداف ولكن أيضا على الغايات المرتبطة بهذه الأهداف والتي هي عددها 169 من أجل تحسين الأداء الاجتماعي لهذه الشركة؟ هنا التحدي، وهنا نتحدث عن أثر الرفع. كيف تسير الأمور في شركة كشركة مثل فيوليا؟ بطبيعة الحال فيوليا كانت معنية بأهداف التنمية المستدامة لأن هذه الشركة تعمل في مجال الخدمات الأساسية والخدمات البيئية، حيث أنها تقوم بإدارة وتقديم المياه والصرف الصحي ومعالجة وجمع النفايات المنزلية وتقديم الطاقة للجميع، وكل هذه المهن موجودة داخل أهداف التنمية المستدامة. ولكن شركة فيوليا هي أيضا شركة تعمل في أراضي مختلفة وهي تستجيب لأهداف هذه الأراضي ومن أجل تقديم الخدمات للمواطنين. وفيوليا كانت عاملا مهم جدا في البرنامج الأول المتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية للفترة من 2000 و2015، حيث كان الهدف القضاء على الفقر أو حتى تقليص هذا الفقر. وبطبيعة الحال ركزت فيوليا على الأهداف المتعلقة بعملها أي المياه والصرف الصحي.
في إطار هذه الأهداف الإنمائية، ولكن قامت بإعداد تقارير بشأن مساهمتها في تقديم المياه والصرف الصحي. هذا يعني في الفترة من 2000 و2015، في إطار جدول أهداف الإنمائية الألفية، يمكن لفوليا أن تقول وتثبت، حيث تم المصادقة على هذه التقارير من خلال جهة ثالثة، حيث تم التأكيد بأنها فيوليا ساهمت في تقديم المياه 7.5 مليون شخص، وفي مجال الصرف الصحي قدمت خدمات 3.5 مليون شخص. وأن أهداف التنمية المستدامة هي مختلفة عن أهداف الإنمائية الألفية. في الواقع كان هناك دمج بين أهداف مكافحة الفقر، وبالتالي أجندة التنمية كما يقال في المحافل الرسمية، وبين أجندة التنمية كما تم إنشاؤها في إطار قمة ريو في عام 1992، وتم التركيز على ذلك في عام قمة ريو عام 2012، حيث تم وضع مبادئ أهداف التنمية المستدامة في عام 2012. وبالتالي نحن أكدنا على أهدافنا، ثلاثة التزامات من أجل الأرض والأراضي والأقاليم والأجراء. من بين هذه الالتزامات جعلناها مفتوحة عن قصد، وأكدنا على الغايات والمؤشرات من أجل تحديدها بصورة واضحة. وبعد تحديد هذه الغايات في شهر سبتمبر 2015، نظرنا إلى ثلاثة مستويات لنعرف كيف نساهم. أولا، من خلال مهنينا التقليدية. بطبيعة الحال نحن كنا في الهدف السادس المتعلق بإدارة المياه والصرف الصحي للجميع، وأيضا في الهدف رقم 7 المتمثل بالكهرباء المتجددة والمقدمة بسعر منخفض، وأيضا في الهدف 11 المتعلق بالمدن الدائمة، ولا سيما فيما يتعلق بمعالجة النفايات المنزلية وجمعها. وبالتالي من الجانب الثالث علينا أن نفكر في المستقبل من أجل المساهمة في أهداف التنمية المستدامة. ونحن وصلنا إلى هدفين أساسيين. الهدف الأول متعلق بالابتكار، حيث نحن شركة ابتكارية، ومن أجل الاستجابة للاحتياجات بشأن الخدمات الأساسية ومن خلال استخدام موارد أقل، وهذه مهمة جدا في تطبيق أهداف تنمية، علينا أن نركز على الابتكار. ثانيا، فيما يتعلق بالاستهلاك المستدام، نحن نركز على الاقتصاد الدائري، ويتمثل 17-18% من حجم الأعمال، وهي من بين التعهدات 9 للتنمية المستدامة. نحن أخذنا هذين الهدفين بعين الاعتبار. إذن كان لدينا 5 أهداف كنا معنين بها مباشرة. وبعد ذلك نحن طلبنا من كل الأطراف الفاعلة الخارجية للمجموعة لكي يقولوا لنا كيف يرون هذه الأهداف. هذه الأطراف أكدت على جانب الابتكار. إذن قضية الابتكار عادت كفكرة أساسية تفرض نفسها على مستوى أعلى مما كنا نراه. والجانب الآخر يتعلق بالشراكة، ولسيما المتمثل في الهدف 17 من دون أي غاية، حيث روح هذه الأهداف هو أن تقوم جميع الأطراف الفاعلة، الحكومات، السلطات المحلية، الجمعيات، الشركات، المنظمات غير الحكومية، من أجل إيجاد أفضل الحلول لمواجهة كل هذه التحديات أمام الكوكب. هذه الأهداف وهكذا ينبغي التعامل معها في كل شركة من الشركات. اليوم عالم الشركات هو يتغير، وعالم الشركات أخذ يفهم أنه من خلال التأكيد على الأداء من الناحية الاجتماعية والاقتصادية وفهم احتياجات المجتمع والبيئة، هذه الشركة آنذاك ستكون ذات مشروعية وهي ستخلق قيمة مستقبلا. السؤال بعد ذلك كيف سنوزع هذه القيم بين المواطنين. شكرا.